محمد صلاح بقى نجمنا النهارده بعد الصعود، كان له تصريحات مهمه النهارده قبل المباراه وبعد المباراه. اول حاجه قال، كان قناه بي ان سبورت كان في حوار معاه، قال انا طبعا حسيت بالاحباط الشديد بعد عدم تاهلنا لكاس العالم، في حزن كبير جوايا، لكن انا مركز مع ليفربول وعايز اواصل الفوز بالالقاب. ما تحدثتش مع ساديو ماني الا بعد رجوعنا لليفربول، وما اتكلمناش على مبارياتنا مع بعض مصر والسنغال نهائي، كل منا بيقدر مشاعر التاني وما بنحاولش نتكلم على منتخباتنا خالص، كل تركيزنا مع فريقنا. علاقتي رائعه بالنادي وجماهيره، دايما بيقدموا لي الدعم من يوم ما جيت هنا وانا بتقدم يوم عن يوم. سعدت كتير جدا بالجداريه الكبيره اللي عملوها لي، ودي حاجه محترمه جدا وامر رائع. الفوز بدوري ابطال هو حلمي من وانا كنت طفل. لو تسالني جربت الاحساس وعشت احاسيس رائعه، الاحتفال بنهائي دوري ابطال اوروبا هي اهم حاجه عندي. جمهور ليفربول عايز الدوري وعايز دوري ابطال، لكن لو سالتني انا وخيرتني هختار دوري الابطال، لان ليها رونق وجمال تاني. بعد النهارده بعد المباراه بقى اتسال من قناه اسبن، طبعا شبكه اسبن العالميه معروفه طبعا، قال احنا عملنا كل حاجه للفوز بكاس امم افريقيا، اتكلم على مصر، لكن خسرنا في ضربات الجزاء، كفحنا بشده للوصول للنهائي، الجمهور فخور بينا. وفي تصفيات كاس العالم خسرنا برضو بضربات الجزاء، لكن انا مركز مع ليفربول، ومن الناحيه العقليه عايز لازم اكون مركز مع فريقي ولازم اكون في اتم استعداد. ولما تسال بقى عن التجديد، وده يمكن معظم الناس بتسال عليه، قال من الصعب التركيز الكتير مع الناس اللي بيتكلموا في التجديد، لكن انا عارف كويس جدا احافظ على تركيزي وابعد عن اي مؤثرات خارجيه. لما كنت مع المنتخب كنت ماشي كويس جدا في امم افريقيا، ولما كانوا بيسالوني هتبقى هناك ولا لا وهترجع امتى والتجديد، ما كنتش بشغل نفسي. انا صادق جدا مع نفسي وبجلس وبقعد كل موسم وافكر ايه اللي المفروض يتحسن، وافكر بالفوز بالدوري الابطال والدوري الانجليزي، وده بيحفزني كل سنه. وبيتسال عن طقوسه بقى اللي بيمارسها نهايه كل موسم، قال خلال عطلتي بقعد لوحدي على البحر على شط البحر، وافكر وبكتب بكتب لنفسي اللي انا عايز اعمله للموسم الجديد واللي عايز اطوره، ودايما بخليه قدامي. وقال لك عشان تفوز بالجوائز الفرديه فلازم تفوز بالالقاب مع فريقك. الموسم الاول هنا سجلت 44 هدف مع ليفربول، ولو فزت بالالقاب مع الفريق فهتفوز بالجوائز الفرديه، وامل ان افوز مع ليفربول باكبر عدد من الالقاب. طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان ده عامل صدى كبير جدا لحوار محمد صلاح سواء قبل او بعد، ومعظم وكالات الانباء العالميه نقل الحوار ده، فنتمنى له التوفيق الفترة اللي جاية.